في هذه اللحظات وفي هذا المسار. هناك ايضا الشايب محمد بن حسن بثيمة العاملي على مقدمة هذا الشوط. ايضا المركز الثاني في هذه اللحظات مشاهدينا متابعينا الكرام وصول وتقدم من مياسة احمد بن سيد بن سهيل بن حميد الدرعي يتواجد على المركز الثاني. انتقل نقلة مباشرة مع المركز الثالث، القدوم هناك ايضا على المركز الثالث في هذه اللحظات. يا سلام يا سلام يا سلام، الشعارات القوية والاسماء التي سطرت حروفا من ذهب في هذا المسار. وصول من رموز خليفة بن مكتوم بن راشد المزروعي هناك يتواجد في هذا المسار. انتقل مباشرة مع المركز الثالث، وصول وتقدم هنا ايضا من فرحة ماجد بن سالمين بن كردوس العامري اللي خذت المركز الثالث واللي خذت المركز الرابع. مشاهدينا متابعينا الكرام، وصول وتقدم من وصايف محمد بن سعيد بن راشد الخاطري، بينما التسلل في هذه اللحظات وفي هذا المسار من الناوية خالد بن سعيد بن مطر بن مصبح الاجتبي خذت المركز الثاني في هذه اللحظات. بينما أتابع وتعرّم من خلال الشعار، هناك أيضا الوصول والتقدم من أيضا حمود بن سالم بن رغش الوهيبي. كما مشاهدينا متابعينا الكرام في هذه اللحظات المركز الثالث هنا، الوصول والتقدم هنا من هذه الأسماء. وصلت رموز خليفة بن مكتوم بن راشد المزروعي والمركز الرابع، وصول وتقدم أيضا من شعار حمود بن سالم بن رغش الوهيبي مع انطلاقة تكريم. بينما الوصول هنا على المركز الخامس في هذه اللحظات، يا سلام، وصل شعار راعي الطير العامري راشد بن عبد الله راعي الطير العامري مع انطلاقة الشاهينية. هكذا النيدان للخمسة المراكز الأولى. شوط الوداع، من سيغلق الستار في هذه الأمسية التراثية هنا من ميدان التراث؟ السيارة السيارة بالانتظار، من هو سعيد الحظ؟ الأمور هنا تزداد خطورة، حرارة الشوط ترتفع. بدأت هنا على الصدارة والمقدمة المركز الأول هنا صدارة هذا الشوط. فرحة فرحة ما زالت ماجد بن سالمين بن كردوس العامري هنا، فرحة هذا الشوط هنا وسعادة هذا الشوط هنا مع بن كردوس ما زالت على الصدارة. المركز الثاني، الله يا سلام يا سلام، هناك سرايا هلال بن بطي بن محمد الغفلي يتواجد مع انطلاق السرايا في هذا الشوط على المركز الثاني. ولكن الله، شوفوا شوفوا من القادم والمنطلق في هذه اللحظات. قدمنا يا ابو حياب، اتابع هنا لحامل رقم 43 حدث مهير بن علي بن دري المنصوري مع انطلاقة حدث هنا. أهالي الختم أهالي الختم، وصول هنا وتقدم من أيضا انطلاقة حدث، ولكن الوصول هناك من شاهينية راشد بن عبد الله راعي الطير العامري. ولكن وصل العملاق العناوي، وصل العملاق العناوي مع الزود، ومن لديه زود فليتقدم في هذه اللحظات. الأخير الكيل الخطير هنا، ولكن البداية والمقدمة. جوعان بن مبارك ايضا بخليج السبوسي على الصداره والمقدمه مع الشاهينيه مع الشاهينيه. المركز الثاني، الله يا صاحبه، المركز الثاني سرايا هلال بن بطي بن محمد الغفلي على المركز الثاني. اشتدت المعركه، الاوامر الاوامر هنا مع جوله الاوامر. النهايه، الله، خيره خيره وعسى في الامر خيره خيره. هناك سيف بن سعيد بن سيف المنصوري هنا، الله، تبغي درب تبغي طريق هنا، الله يا سلام. اللي هي هناك ايضا الوصول من الشاهيني جوعان بن مبارك السبوسي، وهناك ايضا مصدر محمد بن مبارك بن سالم العامري. هناك ايضا شعار رجل المفاجات، رجل المفاجات هنا يفاجينا مع جولة الاوامر. النهايه، الله يا سلام يا سلام، مصدر 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 الناموس هنا، ان السياره الثانيه في رصيدها. سلام عيناوي، سلام سلام للعين وضواحيها هنا ايضا مع انطلاقه ايضا مع انطلاقة مصدر محمد بن مبارك بن سالم العامري. المركز الثاني، المركز الثاني الشاهينية جوعان بن مبارك بن خليج السبوسي، واللي احتلت وخذت المركز الثالث. ايضا لحظات وصول من خيرة سيف بن سعيد بن سيف المنصوري، والمركز الرابع.
المركز الرابع مشاهدينا متابعين الكرام قزوين عبد الله بن سعيد بن محمد الخيلي، والمركز الخامس ايضا وصول وتقدم من الضبي احمد بن غانم بن علي المنصوري. عوده الى التوقيت الزمني 5:54 وفاء وتماما وكمالا مع انطلاقه مصدر محمد بن مبارك بن سالم العامري. ايضا سلام للعين سلام المركز الثاني، لحظات الوصول والتقدم هناك ايضا من ثاني المراكز ايضا في هذه اللحظات مشاهدينا متابعينا الكرام. ايضا وصول ايضا من الشاهيني جوعان بن مبارك من خليد السبوسي 5:54 ثمانية اجزاء من الثانيه قطعت الاربعه كيلومترات في هذا الزمن، بينما المركز الثالث وصول وتقدم من ايضا خيره سيف بن سعيد بن سيف المنصوري قدمت العرض الجميل 5:54 9 اجزاء من الثانيه. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.